السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في منوعات ريحانة الجنة. هنعمل النهاردة إن شاء الله حاجة جميلة جدا، وهي السبت اللي احنا شايفينه مع بعض ده هنعمله من حاجات كلنا بنرميها، وهي ورق الكرتون والأكياس البلاستيك. أول حاجة بحتاجها بجيب ورقة كرتون وبرسم عليها، بجيب طبق وبرسم عليها دايرة بالحجم اللي أنا عايزاه أو الحجم اللي أنا محتاجاه، وهقص الزوايد همشي عليها بالمقص وأقصها لحد ما تديني الدايرة اللي أنا عايزاها. بعد كده هجيب دايرة صغيرة وهرسم في نص الدايرة الكبيرة دايرة صغيرة في النص بالظبط. بعد كده هجيب بالمسطرة وهقسم الدايرة الكبيرة لأجزاء صغيرة، يعني هقسمها بالأول بالنص وبعد كده بالربع، بعد كده هعمل فيها سيور رفيعة بحيث انها تديني أجزاء صغيرة جدا. زي ما احنا شايفين مع بعض كده، وابتدي اقسم لارباع برضو اجزاء صغيرة، هقسم ربع مثلا حوالي 4 او 5 اجزاء. كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وبعد كده همشي بالمقص على كل سطر انا رسمته وابتدي افتحها كلها، اعمل فيها كلها فتحات، هتبقى عاملة زي شكل المروحة كده. وهجيب اكياس بلاستيك، هشيل الجزء اللي فوق جزء الايدين وهشيل الجزء اللي تحت، وهبتدي اقصقصها شرايط حوالي مثلا 5 سنتي كده. هجيب كمية كبيرة، هجيب لونين، لون ابيض مثلا لون اسود، ولو عايزة اغير اللون ممكن اجيب الوان تانية، اجيب لون لبني مع ابيض، لبني مع احمر، يعني براحتي. انا هعمل الشكل بتاعنا النهاردة اسود مع ابيض، وهبتدي اجيب اول سير مع سير ابيض مع سير اسود، وهشبكهم مع بعض بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. هدخل الاتنين جوه بعض كده، وهبتدي على الدايرة اللي انا عملتها هدخل للاخر خالص لحد الدايرة الصغيرة اللي انا رسمها، هدخلهم الاتنين وهبتدي ادخل واحدة من ورا، واجيب واحدة يعني واحدة سودة وواحدة بيضة. هجيبها من الخلف من ورا علشان تديني الشكل اللي انا عايزاه، واظبط ايدي بحيث ان تبقى واحده وواحده عشان تديني في الاخر الشكل النهائي اللي انا عايزاه. بعد ما السيرين الاولانيين بيخلصوا بشبك السيور مع بعضها بمنتهى السهوله زي ما عملت في الاول، بدخلهم مع بعض كده وبشبكهم من غير عقد ولا حاجه عشان ما يبقاش شكل العقده باين، وابتدي اكمل برضو واحدة سودة وواحدة بيضة. كده انا بدأت في السطر الثاني، همشي بنفس النمط، هي هتلف معايا لوحدها، هلاقي الشغل ظابط نفسه، هلاقي الابيض فوق بعضه وهلاقي الاسود فوق بعضه. زي ما احنا شايفين اهو، كده انا خلصت القاعدة اللي هي الدايرة الكبيرة اللي انا رسمتها. بعد كده هجيب شرايح وكرتون كل شريحتين مع بعض، يعني اتنين مع بعض، وهبتدي ألزق في كل شريحة من الشرايح اللي انا قسمتها في الاول، يعني عند كل لون كده هلزق اتنين شريحتين، وانا عملت شريحتين عشان تبقى سميكة وتستحمل ان انا اشتغل عليها، وهبتدي ألزقهم وادخلها كده من تحت الشغل زي ما احنا شايفين كده بالظبط، هدخل من تحت الشغل كده عشان تبقى ايه ماسكة نفسها، وهبتدي ألزق على الدايرة كلها لحد ما تديني الشكل ده زي شكل شعاع الشمس كده، وهبتدي برضو أكمل شغلي. هجيب واحدة سودة وواحدة بيضة زي ما احنا شفنا في أول الشغل، وابتدي كده ايه يعني أقرب الشغل لبعضه بحيث ان ما يبقاش فيه فراغات. كده أنا بدأت يعني أعمل أوسة للسبت بتاعي، أو أعمل شكل الجدران بتاعته، بتني السيور اللي انا عملتها اللي هي الشرايح بتنيها لقدام عشان تديني شكل الدوران اللي قدام كده، يعني تديني الاوسة بتاعته عشان تبتدي الجناب تتكون معايا زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده اهو. بمشي بنفس الطريقة بالظبط، ما فيش فيها اي تجديد، بتبقى هي ماشية لوحدها معايا اصلا يعني، وكل ما الخيط بيخلص برضو بشبكه بنفس الطريقة برضو من غير عقد ولا اي حاجة عشان ما يديش كلكعة او يدي اي شكل مش ظريف. كده عملت جزء كبير من الجناب بالشكل ده،
وبرضو بحاول انزل الشغل بتاعي لتحت عشان الكراتين ما تبقاش باينة. كده خلصنا، وبجيب الطرف بتاع الكراتين بتنيه وبدخله تحت الشغل، بشيل الزيادات وبدخل الباقي تحت الشغل. وعايزة اداري الشكل اللي هو باين مني ده، فبهجيب بنسة وهشبك فيها جزء من الاكياس اللي انا مقطعاها، وهبتدي ادخلها من قدام لورا او من ورا لقدام، يعني مفيش مشكلة بالشكل ده عشان اداري شكل الكراتين. هعمل زي بورسل كده ليها، او يعني زي سرفلة من فوق كده، بحيث ان انا تداري شكل الكراتين. هفضل ماشية عليها للاخر داير ما يدور. وبعد ما الخيط بيخلص برضو بعمل فيه توصيلة بنفس الطريقة اللي احنا عملناها في الاول، وبشبك فيه البنسة برضو عادي. البنسة بتسهل عليا لان هي كبيرة، هتبقى افضل من الابرة، لان طبعا مش هعرف الضم الكيس ده في الابرة. وبكده خلصت الشكل، دورت عليه داير ما يدور من اوله لاخره. هبتدي اشيل الزيادة بتاعة الخيط اللي انا بشتغل بيه او الاكياس، وهلزقها جوه السبت من جوه عشان ما تبقاش باينه. يعني هحاول اداريها كده في الاول، اعمل غرزه او اتنين للداخل. كده من جوه زي ما احنا شايفين. وبعد كده هشيل الجزء الزياده، لو حبيت الزقه بالمسدس ماشي، ما حبيتش خلاص هو بيبقى ثابت. يعني كده خلصنا اول جزء. بعد كده هنعمل جزء الايدين. هجيب 4 دواير من الكرتون وهفرغهم من جوه واشيل منهم جزء، بحيث ان هي تديني شكل حرف السي، وهحط 2 مع بعض وابتدي الف عليهم الاكياس. لو عايزه الف اللون الابيض ماشي، لو عايزه الف اللون الاسود، وممكن اعمل اللونين مع بعض بيدي شكل جميل برضو، بس انا اخترت اعمل اللون الاسود. هبتدي الف عليهم لما للاخر خالص. طبعا يفضل يبقوا دايرتين مع بعض عشان تبقى يعني متينة شوية وسميكة. بعد ما خلصتها هبتدي ألزق الجزء الأخير بمسدس الشمع عشان طبعا أثبت الأكياس عشان ما تفكش. وادي الإيد التانية برضو أهي، هلزقها وأشيل بقية الزوايد. كده تمام، عملت الإيدين. بعد كده هرجع أثبتهم بقى في السبت. ممكن الزقهم بمسدس الشمع، وممكن اخيطهم بالبنسة زي ما خيطت في الاول كده، بس انا هلزقهم بمسدس الشمع هيبقى افضل يعني. وبرضو براحتي لو محتاجة ان انا اعملهم بطريقة امتن شوية ممكن يتخيطوا. كده لزقت اول ايد، وبحاول بقدر الامكان يعني اوسطن الايدين بحيث ان هما يبقوا قصاد بعض بالظبط علشان الشكل الجمالي. وفي طبعا احنا شايفين حتة في القاع بتاع السبت باين منها الكرتونة، فهجيب جزء من الاكياس اللي انا قصيتها، هيكون جزء كبير، وهعمله 4 طبقات، وهبتدي اكويه بالمكوى علشان يبقى جزء سميك عشان ما يبقاش رقيق يتبهدل مني او يتقطع بسرعة. هحاول اكويها كذا مره عشان يبقى الجزء سميك قوي. وبعد كده هقص دايره على قد الدايره اللي انا محتاجاها، او ممكن اكبر شويه بحيث ان هي تداري كل الكراتين اللي موجوده. وبعد كده هلزقها بمسدس الشمع بالشكل ده. ده بيديني نتيجة جميلة جدا، نستخدمه في أغراض كتير، ممكن نحط فيه لعب أولادنا، ممكن نحط فيه أي شيء، كتب. طريقة حلوة جدا، جربوها وإن شاء الله هتعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله.